أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الصحوانت: ميليشيات الحوثي تمنع موظفي شركة صافر من العودة إلى مارب. صحيفة سودانية تقول: أمام السودان في عدن اليمنية مهمة حماية أبناء اليمن من الاغتيالات. والدة أشهر سجينة فلسطينية: دعمتم ابنتي بسبب ملامحها وهذه عنصرية. أهلا بكم. كلما وجدت ميليشيات الحوثي فرصة لفرض حصار على الأهالي فإنها لا تتردد بل وتخطط لأجل ذلك، وآخر محاولاتها إيقاف عمل لشركة صافر النفطية حيث يعلق موقع الصحوانت: ميليشيات الحوثي تمنع موظفي شركة صافر من العودة إلى مارب. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت موظفي شركة صافر من الذهاب إلى مقار عملهم في صافر الواقعة في محافظة مارب بعد انتهاء فترة إجازتهم في صنعاء. وقالت مصادر خاصة أنه أثناء توجه الموظفين من صنعاء إلى صافر بمحافظة مارب منعت الميليشيات مرورهم من محافظة البيضاء التي ما زالت أجزاء منها تحت سيطرتها وأجبرتهم على العودة إلى صنعاء. وأوضحت المصادر بأن حالة استياء تعم الموظفين الذين تم منعهم من الوصول إلى مقر الشركة التي لا تزال تنتج الغاز من حقول صافر والذي يصل إلى كل المدن اليمنية بما في ذلك المدن التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا. وأشارت المصادر إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد إلا أن الشركة استمرت في العمل على مدار الساعة، وهو ما ساعد في توفير مادة الغاز المنزلي في كل عموم الوطن. وقال مصدر أنه حاليا تجري الاستعدادات لافتتاح مقر الشركة الجديد في صافر بعد أن ظل في صنعاء لأكثر من 3 عقود منذ اكتشاف النفط في القطاع 18 في صافر على أيدي الشركة الأمريكية هند في ثمانينيات القرن الماضي. من يقف وراء هدم أحلامها وأحلام كل اليمنيين؟ يتساءل أحمد المقرمي في مقاله المنشور في الصحوة والذي سلط الضوء فيه على ما يحدث في العاصمة المؤقتة، ويضيف في جزء من المقال: 3 سنوات مضت بالتمام والكمال منذ تم تحرير عدن وهزيمة ميليشيا الكهنوت الإمام المتخلف. يومها تنفس اليمنيون الصعداء لتحريرها والإعلان عنها عاصمة مؤقتة. كان تحريرها يعني منطقيا وموضوعيا وهدفا استراتيجيا أن تمضي كعاصمة تحتضن القرار السياسي والوزارات والإدارات والمؤسسات والسفارات، وكان يعني لليمنيين أن تكون منطلقا لتحرير كل المحافظات واسترجاع الدولة بكل مؤسساتها. كان يعني لعدن والعدنيين خاصة ولليمن ولليمنيين عامة أن تكون العاصمة والميناء الذي يمد كل اليمنيين بما تحتاجه من مداد وتموين وبضائع وكل ما تريد. كان يعني أن تستعيد عدن دورها الريادي استثمارا وتجارة وثقافة وتمدنا، وأن تنهض برسالتها الملقاة على عاتقها في قيادة دولة تمكن للتحول التنموي والحضاري وبناء المشروع الوطني واليمن الاتحادي. إن استقرار عدن واستتباب الأمن فيها شأن يهم الجميع، يهم اليمنيين، يهمهم حكومة ومواطنين، كما يهم الأشقاء في دول التحالف العربي أيضا، لأن استقرار العاصمة المؤقتة واستقرار الحكومة فيها هو المقدمة للنصر الكبير المنشود الذي حددها التحالف العربي بتمكين الشرعية من استعادة الدولة، وهو بحد ذاته نصر تحقق لليمن ولليمنيين، كما يكون أيضا نصرا للأشقاء في التحالف العربي، وأن الإخفاق في ذلك يحسب على الجميع. إن ما يصيب عدن وبالذات في هذه الأيام وهذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد لا يقتصر فساده ولا كارثته على عدن وحدها، وإنما على البلاد كلها. تغطي صحيفة الأيام الاضطرابات التي تشهدها محافظة الضالع وتعنون في تقرير خاص: تفجيرات، اغتيالات، سلسلة من الصراعات في الضالع، من وراءها ولماذا؟ قالت الصحيفة إن محافظة الضالع شهدت سلسلة حوادث أمنية في مناطق متفرقة من مديريات المحافظة. وتورد الصحيفة من الأحداث الأخيرة حيث لقي جنديان مصرعهما وجرح عدد آخر في مديريتي الضالع وقعطبة، فيما اغتيل قيادي في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة، ونجا قائد الحزام الأمني بمحافظة الضالع أحمد قائد القبة من محاولة اغتيال.
وطالب نائب مدير شرطة سناح محافظ المحافظة اللواء الركن علي مقبل صالح بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة دوافع هذه الأعمال، مؤكدا أنه قام بمنع أفراده من الرد وأنه ملتزم بضبط النفس. إلى الموقع بوست، والذي تناول في تقرير خاص عن ما يجري في محافظة كانت إلى وقت قريب بعيدة عن الأحداث، وعلق الموقع: السعودية والإمارات في المهرة، أطماع لم تعد خافية. يقول الموقع: تسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للسيطرة على محافظة المهرة، بوابة اليمن الشرقية والواقعة على الحدود مع سلطنة عمان، لمطامع سياسية واقتصادية. وتشهد محافظة المهرة حركا سعوديا نشطا على كافة المستويات بشكل يتجاوز ما كانت قد بدأته الإمارات قبل أشهر في تلك المحافظة التي لم تطلها نيران الحرب. ويضيف الموقع: كل التحركات للقوات السعودية في المهرة وسيطرتها على كافة المنافذ البرية والبحرية بما فيها مطار الغيظة ومنع الرحلات المدنية منذ أواخر العام الماضي تشير إلى أن الرياض تنازع اليمن على السيادة الوطنية. الحراك السعودي النشط في المهرة أضحى من الاتساع والتنوع والكثافة بمستوى يصعب معه غض الطرف عنه أو اعتباره دون مغايات أمنية وسياسية، خصوصا أنه يتخذ مسارا تصاعديا منذ أواخر نوفمبر الماضي، وكانت السعودية قد دفعت بتعزيزات عسكرية في ديسمبر من العام الماضي تمركزت في مطار الغيظة والمنافذ البرية والبحرية تحت لافتة مكافحة التهريب. الثورة المضادة وجماعات العنف المتمردة، تحت هذا العنوان كتب عادل تشيلا مقاله الذي تحدث فيه عن كيف واجهت دول عدة الربيع العربي، وقال في جزء من المقال: لا أحد ينكر أن أبرز ما أنتجته الثورات المضادة هو ظهور جماعات العنف المسلح والمتمردة. لم ينتهج شباب الربيع العربي أسلوب العنف والفوضى والقتال المسلح، بل خرجوا بصدور عارية ليقولوا لا للظلم والطغيان والفساد والسجون السرية. خرجوا بمظاهرات سلمية وطالبوا بالحرية والكرامة والعدالة وسيادة القانون. غضبت قوى الشر والأنظمة الملكية والعسكرية القمعية في الوطن العربي من ذلك الأسلوب الحضاري الذي أبهر العالم. بدأت الأنظمة القمعية بالتآمر على شباب الربيع العربي وثوراتهم السلمية المباركة. كان من نتائج تلك الثورة المضادة انتشار الحروب الأهلية وبروز جماعات العنف المسلح والكيانات الطائفية المتمردة والموازية للدولة، كما هو حاصل في سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا. أزهقت أرواح وسفكت دماء في هذه البلدان، والسبب الثورة المضادة. على سبيل المثال، أصبحت حركة الحوثي في اليمن أقوى من أي وقت مضى. تمتلك هذه الحركة الطائرات المسيرة والألغام البحرية والبرية، وتهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتضرب بصواريخها في العمق السعودي. وقبل أيام تقول الحركة الحوثية إنها استهدفت مطار أبو ظبي الدولي، في حين تنفي أبو ظبي وتؤكد وقوع حادثة في مطار أبو ظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1، ولم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة. لا يهمنا صحة الخبر من عدمه، لكن الوقائع على الأرض تقول إن الدول التي تورطت بدعم الثورة المضادة هي المسؤولة عن بروز جماعات العنف المسلحة في أكثر من بلد عربي، والإمارات بلا شك واحدة من ضمن الدول الرئيسية التي دعمت الثورات المضادة في بلدان الربيع العربي. تقول صحيفة سودانية في تقرير خاص عن عمليات الاغتيالات التي تجري في العاصمة المؤقتة أن السودان يملك الرد على أسئلة الشعب اليمني كله والمجتمعين الإقليمي والدولي. يضيف المقال التحليلي الذي كتبه خالد حسن في صحيفة الانتباه: تفاقمت الأزمة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اغتيالات وتصفيات جسدية تستهدف أصحاب أفكار وتيارات مختلفة تستهدف كل ألوان الطيف اليمني. يتابع الكاتب: عدن تنهار أمنيا وصنعاء يعاد لها الاستقرار، وكأنما هي خطة إيرانية تستبق التسوية السياسية المستقبلية، فيكون التمرد الحوثي في صنعاء هو صاحب السيادة الوطنية، وتكون حكومة هادي المستضعفة
مكان التمرد الحوثي. وتضيف الصحيفة أن السودان الآن أمامه في عدن العاصمة المؤقتة لليمن مهمة تنتظره وحده هي حماية أبناء اليمن من الاغتيالات والتصفيات الجسدية. وطبقا للصحيفة السودانية المشاركة العسكرية للسودان في اليمن أتت أكلها في المساحات المحددة لها، والآن الأزمة الإضافية في العاصمة المؤقتة عدن في أشد الحاجة إلى التفكير والتخطيط الاستخباراتي السوداني. فالآن هناك قضيتان أمنيتان هما تمرد الحوثيين وسلسلة اغتيالات عدن المستمرة. وترى صحيفة الانتباه أن الرئيس اليمني هادي لن يستفيد من إعادة الأمن والاستقرار وتحرير صنعاء من المتمردين إلا بواسطة العقلية الاستخباراتية السودانية. وتفيد الصحيفة أيضا كل التحالف مطلوب منه الآن أن يحسم مسلسل الاغتيالات المستمر في عدن، فلا يعقل أن تكون صنعاء الرازحة تحت النفوذ الفارسي من خلال التمرد الحوثي أكثر أمنا من عدن في ظل نشاط قوات التحالف العسكري. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في جولتنا بين الصحف الفرنسية والتي ركزت على ضرورة العودة إلى عملية السلام، نطالع في صحيفة لوفيكاغو. الأمم المتحدة تدعو إلى محادثات سلام بشأن اليمن. وطبقا لتقرير الصحيفة الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس، فقد أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أن الأمم المتحدة ستدعو مختلف الأطراف المشاركة في الحرب لبدء محادثات السلام في جنيف في 6 سبتمبر. صحيفة ليبراسيو الفرنسية ركزت أيضا على دعوة الأمم المتحدة إلى محادثات سلام بشأن اليمن في سبتمبر، وأفادت الصحيفة بدورها أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث أخبر مجلس الأمن أن الحل السياسي كان ممكنا لإنهاء هذا النزاع، كما حث القوى الكبرى في العالم لدعم هذا الجهد الجديد للسلام. قال مارتن جريفيث: ستوفر هذه المشاورات من بين أمور أخرى الفرص للأطراف لمناقشة إطار التفاوض وتدابير بناء الثقة المناسبة والخطط المحددة لدفع العملية إلى الأمام. تتابع الصحيفة: وكانت قد توقفت المحادثات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في 2016 في عدة قضايا، بما في ذلك انسحاب المتمردين الحوثيين من عدة مدن استراتيجية وتقاسم السلطة مع الحكومة المدعومة من السعودية. قبل أن يفوت الأوان، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا: معظم ما كتب عن محاولات الغرب الاستعماري إجهاض أي مشروع قومي عربي للنهوض بقي أشبه بمبدأ الجملة التي بلا خبر، لأنه توقف عند وجه واحد من المسألة. أما الوجه الثاني فهو بحاجة إلى قدر من الخيال السياسي والعلمي معا، يتم من خلاله تصور وطن عربي متكامل ولا يحول فيه الاختلاف الكمي دون تحقيق الالتئام النوعي ولو في حده الأدنى. ومثل هذا التصور من شأنه أن يقدم مشاهد مضادة للراهن، حيث التكامل هو البديل للتآكل والتشظي، واختيار الطرح والقسمة فقط من الرياضيات القومية على حساب الجمع. وحين نعيد قراءة عشرات وربما مئات الكتب والتقارير التي وضعها مستشرقون في الحقبة الكولونيالية ومعظمهم كانوا مرتبطين بوزارة المستعمرات، نجد أن ما يلحون عليه هو جوانب الاختلاف في العالم العربي، بدءا من البيانات الجغرافية حتى الحضارات التي سادت قبل العرب. والهدف من ذلك هو إحداث قطيعة بين العرب المعاصر ومنابعه القومية، بحيث يكون فينيقيا أو كنعانيا أو فرعونيا، وبذلك تشتبك الهويات وتكون على حساب الهوية الأم التي تبلورت تاريخيا وحضاريا منذ نشأة الدولة العربية الإسلامية واستمرارها في التاريخ وما تبقى من إنجازاتها الثقافية والإنسانية. إن وطنا عربيا متكاملا يمتد على هذه التضاريس ذات الموقع الأهم في العالم تستحق الحيلولة دون وجود تلك الجهود التي بذلت خلال قرون، سواء من قوى دولية أو إقليمية ذات مصلحة في إبقاء العرب متنازعين وتحويل التنوع الثقافي والعقائدي في مجتمعاتهم من سبب وجيه للغنى والتكامل والتعايش إلى سبب مضاد للإفقار والتقسيم، وبالتالي إصابة البوصلة القومية بالعطب. وإذا قدر لهذا الوطن العربي أن يصحو ذات يوم من سباته الكهفي فسوف يكتشف خسارته الفادحة بسبب التشظي، وما نرجوه هو ألا يحدث ذلك بعد فوات الأوان.
نشرت صحيفة الاندبندنت موضوعا بعنوان العلماء يرصدون إشارة راديو غامضة قادمة من أعماق الفضاء. تقول الصحيفة أنه من غير الواضح حتى الآن مصدر هذه الإشارة ولا كيف وجدت طريقها إلى محطات الرصد الأرضية، لكن العلماء في أحد مراكز الرصد الحساسة في كولومبيا البريطانية في كندا يؤكدون أنها الإشارة الأولى من نوعها التي ترصد في نطاق الذبذبات الواقع بين 400 و800 ميجا هيرتز. توضح أن العلماء رصدوا 30 إشارة راديو قادمة من الفضاء خلال السنوات العشر الماضية في واحدة من أغرب الظواهر الغامضة في العالم، والتي قد تشير إلى وجود نشاط ما في الكون على بعد ملايين السنوات الضوئية. انتقدت والدة السجينة الأشهر في فلسطين التضامن مع ابنتها بدوافع عنصرية وعنون موقع عربي بوست في صفحته الرئيسية: والدة عهد التميمي، دعمتم ابنتي بسبب ملامحها وهذه عنصرية. قالت والدة عهد التميمي إن الاهتمام الإعلامي والتضامن العالمي اللذين تلقتهما ابنتها بعد اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كانا متجذرين في العنصرية. وفي حوارها مع وكالة الأناضول التركية أضافت ناريمان التميمي: بصراحة من المحتمل أن تكون ملامح عهد الشقراء هي التي جلبت هذا التضامن العالمي، وهذا عنصري بالمناسبة لأن العديد من الأطفال الفلسطينيين هم في موقع عهد ولكنهم لم يعاملوا بهذه الطريقة. وتضيف: كتب أحد الصحفيين في هارس ذات مرة عن تعاطفهم مع عهد عندما كانوا يحاولون إلقاء القبض عليها لأنهم شعروا بأنها تبدو مثلهم، لكن كل الأطفال الفلسطينيين هم عهد التميمي. والدة الناشطة الفلسطينية قالت إن هناك آلاف القصص التي تحتاج وسائل الإعلام إلى الاهتمام بها وتسليط الضوء على جميع جرائم الاحتلال، لأن الاحتلال يجب أن ينظر إليه على أنه جريمة حرب ويجب اتخاذ إجراءات قانونية بهذا المعنى. صحيفة الجارديان البريطانية وثقت أحداث هذا الأسبوع عبر الصور التي نشرتها في صفحاتها، وقد تنوعت الصور بين السياسة وأحداث الطبيعة وحركات الاحتجاج، نتابعها في جولتنا اليوم. كيف عبر رسامو الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا بإذن الله.